أطلقت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الأولى من ملتقيات التوظيف التي تنظمها لشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة، والتي بدأت في محافظتي بني سويف والغربية. يأتي هذا في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، وضمن محور بناء الإنسان، من أجل التيسير على الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة. في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة لتفعيل دور المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، انطلقت سلسلة ملتقيات التوظيف تحت شعار فرصة حياة، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتستهدف توفير فرص عمل لكافة الفئات والأعمار على مستوى محافظات الجمهورية. عندنا شركات فيها كل التخصصات، وكمان اهتمينا بكل المؤهلات، سواء كان تعليم متوسط أو تعليم عالي أو حتى بدون مؤهل. احنا كمان في معانا فرصة عظيمة جدا لذوي الاحتياجات الخاصة، حاطينهم جدا في أولوية أجندتنا ان هم يلاقوا فرص عمل كريمة. بدأنا التحركات مع مسؤولي حياة كريمة من محافظة الغربية، وقدرنا ان احنا نحصر بعض الشغل اللي احنا هنقوم بيه ان شاء الله، من حيث الإعلانات، من حيث ازاي هنبدأ نجيب الناس اللي هم الراغبين، ازاي التدريبات، مين اللي هيدرب. اكثر من 22 شركة قدمت خدماتها التوظيفية من خلال الملتقى، والتي تستمر على مدار يومين في استقبال طلبات التوظيف لتوفير التمكين الاقتصادي المستدام لما يقل عن 4000 متقدم. باخذ الداتا بحيث لو فيها اي معاد او ذوي احتياجات خاصة بقول لهم، يعني زي ما بقول لهم كده، الشركات استغلونا، استغلهم، لان الموضوع كله ايديا. هي مجمعه كذا، يعني كذا شركه عشان الشباب يقدروا يقدموا فيها وتوفر وقت وكده. يعني جميله والله، ونظام وناس محترمه جدا واسلوب حلو. لقيت الفكره ديت على الفيسبوك يعني، بس فجيت وقدمت. في حالا 20 شركه متاحه ان كل شخص يقدم فيها دلوقتي، فحتى سواء خريج او لسه طالب، في شركات أمن متاحة توظيف هنا، وفي حاليا برضو مطاعم محتاجة ده توظيف يعني. على مدار يومين يستمر ملتقى التوظيف في محافظتي الغربية وبني سويف في استقبال المواطنين، ليسبقه أسبوع تدريبي للمتقدمين تم الإعلان عنه للشباب الراغبين في البحث عن فرصة عمل، حيث يستهدف البرنامج التدريبي إثقال مهارات المتقدمين ليساعدهم في إيجاد فرصة عمل للمتلقين.